معلش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. حاضر. كراما 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 كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. حبيبنا ماشي في امان الله لو رعايته ربنا يبارك فيك. ربنا يتقبل منك. اتفضل اتفضل. شو يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ خلقك فسواك فعدلك.
خلقك فسواك فعدلك، خلقك فسواك فعدلك في ما شاء ركبك. الله عليك عليك يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. كراما 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 كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا بدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم
دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين خلاص بقى عدت كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح 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 بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح 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 بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زيادة في شرف الحبيب المصطفى وإلى بيته الكرام وإلى روحه حيلة اللهم اجعل كل ما تلي وما قرئ في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على قبرها وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة التلاوة كان بصوت ملك المقامات محرك القلوب أكثر شعبية دولية علم كبير من أعلام دولة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القاري الدكتور عبد الناصر حرك شاركت مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني للاعة الحديثة قصور الضيافة المتنقلة تحت الضارب علي السويعي وأولاده مقيمين
الأمين شبيل ألبو. مشاركتنا مع مصور هذه الليلة القرآنية المباركة باشمهندس عبد الرحمن حجازي. أسرة الفقيدة الراحلة تقدمون جميعا خالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. كان معكم من أسرة المزاعين الإعلامي يحيى أبو حسين مقدم البرامج الدينية مقيم مدينة الصمت الغربية. هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله.